نروح إلى ثاني الكراتين من شركة ديرما. طبعا هذه تابعة لشركة شاومي ومعروفة تعطيك كواليتي ولا أروع وسعر مجنون. بطل حبيبي بطل. شوف شو أوه هذه المكنسة حق يعني شباري حق المفارش. تعال عزيزي الفاضل خلنا نرويك الجهاز الوحش هذا. طبعا لا تحاتي الواير ما شاء الله شطوله فلا تحاتي. اضغط هني مع الوحش اسمع. شوف طبعا طلعت الاضاءه هني قدام مش تحت. هذه اضاءه اليو في هذه مره بتلك الجراثيم. تضغط كذي ها شوف الطريقه هاي بس حركها على الشبريه او عندك الكراسي في البيت بالطريقه هاي. شوف كيف بعد ما اخلص اوكي براويكم الوساخه اللي طلعها المكنسه هذه اوكي. الحين نمشيها هنا على الكرسي هذا على المخاد بعد ما عندك مشكله. معاي خطوه بخطوه خليك ها خليك معاي خطوه بخطوه. شوف القطعه بطلها هذا الفلتر تقدر تنظفه. شوف شوف يعني مو بس شوف الغبار شلل لك وساخ. شوف حتى الغبار شوف ما شاء الله. ها بس شغل سريع سريع شوف الغبار كيف تطلع من الكرسي. يا سلام والله مضبط الشعب يسلم.